كيف تبدو أجواء البرلمان اليوم مع إدراج القوانين المثيرة للجدل في جدول أعماله؟ تفضل. نعم دعاء، سلسلة من القوانين الجدلية والمهمة التي أشعلت الشارع العراقي وأحدثت ضجة داخل الأوساط الشعبية وخاصة عند الناشطين والمدونين. قانون الأحوال الشخصية فيه مادتين ربما أحدثت فيها إشكالات، وهم من هذه المادتين هو المادة 57 الذي تنص على حضانة الطفل لدى الرجل ولدى المرأة، والمادة 41 الذي تنص أيضا على أن يكون هنالك الفقه من المذهبين السني والشيعي على أن يدخل وتكون القوانين ضمن الأحوال الشخصية بمنأى عن هذا القوانين، فبالتالي هذا أحدث ضجة أيضا قانون الأحوال الشخصية بالإضافة إلى قانون العفو العام وقانون الحشد الشعبي. هذه القوانين أدرجت ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم للقراءة الأولى حول هذه القوانين. هنالك معارضة كبيرة داخل مجلس النواب لطرح قانون الأحوال الشخصية من قبل نائب واحد، ربما قد يشكل هذا الطرح جدلا كبيرا داخل مجلس النواب، وهنالك اعتراض ايضا من داخل النواب او داخل اللجنه القانونيه او من داخل بقيه اللجان على هذا القانون، كونه به تعسف كبير او به فقرات ربما لم تكن منصفه للمراه في الحضانه وحتى قانون الاحوال الشخصيه لدى الزواج. بالمجمل العام اليوم ادرجت هذه الفقرات هي للقراءه الاولى مهدي، وايضا ربما قد تناقش داخل اروقه اللجنه القانونيه لربما تعديل فقراتها او الرجوع والعدول عن هذا القانون. مهدي، بما انه تحدثت عن الاعتراضات والخلافات داخل قبه البرلمان، اريد ان اسالك عن سبب تاجيل البرلمان لجلسته اليوم لمده نصف ساعه، يعني هل هذه القوانين المثيره للجدل هي السبب في التاجيل؟ نعم دعاء، يعني مجلس النواب لم يلتزم في التوقيت المحدد الذي تدرج به جدول الأعمال، في كل مرة تؤخر الجلسة نصف ساعة أو أكثر من نصف ساعة، يعني هي تعطل نصف ساعة ولكن في المجمل العام تبقى ساعة ونصف أو ساعتين أو ربما تصل لثلاثة ساعات، ومن ثم يتم يعني قرع جرس مجلس النواب إذانا لافتتاح الجلسة، أي بمعنى لا يوجد هنالك موعد محدد، وفي كل جلسة لدى مجلس النواب تؤجل الجلسة ساعتين أو ساعة ونصف أو على أقل تقدير هي ساعة تؤجل بسبب عدم اكتمال النصاب، عدم اكتمال المشاورة القانونية بخصوص على قانون معين، أو بخصوص ربما قد تكون هنالك اجتماعات داخل اللجان أو اجتماعات بين الكتل السياسية، أو عدم مجيء النواب في الوقت المحدد، لذلك تؤجل الجلسة نصف ساعة، ولكن ليس هي نصف ساعة، تعبر تتجاوز الساعة أو ساعة ونصف أو أحيانا تصل إلى ساعتين. طيب، من معلوماتك مهدي، من هي القوى المعترضة لغاية الآن على قانون الأحوال الشخصية؟ نعم، من المعلومات المتوفرة لديك مهدي، من هي القوى السياسية أو النيابية المعترضة حاليا على قانون الأحوال الشخصية؟ نعم دعاء، هو نائب واحد هو من قام بهذا القانون وأدرج ضمن مجلس النواب. أغلب الكتل السياسية وأغلب النواب المستقلين والذين لم ينضوا أيضا تحت أي مظلة سياسية هم أيضا معترضون على إشكالية وعلى هيكلية هذا القانون، به تعسف للمرأة أو ربما إدخال القوانين الشرعية ضمن القوانين المدنية وقانون الزواج، أي بمعنى فقرة من فقراته الذي تجيز على أن تزوج المرأة نفسها لأي رجل دون الرجوع بمشاورة أبيها أو ذويها، وهذا ربما قد يعطي فسحة كبيرة لأن يكون عدد زواج القاصرات كبير جدا. في هذه ربما قد يكون بها هذا القانون يعني لم تكتمل هيكليته بالصورة الصحيحة ويلائم النمط العراقي. هو يوجد هنالك زواج قاصرات ولكن برغبة وبموافقة ذوي، هذا القانون ربما قد يسمح للمرأة أن تزوج نفسها لأي رجل دون الرجوع لأبيها استنادا إلى الشرع. هذا ما تحدث به بعض الناشطين ويرى فيها بعض النصوص والفقرات هي وصفت بالملغومة وربما قد تهدد إشكالية ونواة الأسرة التي تمثل هيكلية المجتمع، فهذا ما رفض داخل مجلس النواب، قدم من قبل أحد النواب داخل اللجنة القانونية وقوبل باعتراض وبرفض كبير من بقية النواب. نعم، إذن مراسلنا من بغداد مهدي غريب، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات.